السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معكم مس خلود، والنهاردة إن شاء الله معادنا مع مادة الـ ICT Lesson No. 5. فيلا بينا نبدأ. Prep 1 Let's go. Lesson No. 5 من كتاب المعاصر بيتكلم عن حاجة أكيد أغلبنا عارفينها، وهي الإيميلز. الإيميلز دي وسيلة اتصال ما بيني وما بين أي حد تاني. كان زمان الناس بتبعت الجوابات أو بتبعت الرسائل عن طريق مكتب البريد، وكان بيجي عند البيت الشخص بتاع الموظف البريد يديك المظروف بتاعك أو يديك الجواب بتاعك. طبعا اتكلمنا في ليسون نمبر 2 عن الديجيتال ترانسفورميشن. دي من الحاجات اللي اتنقلت فيها مصر او العالم كله عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن او الايميل. بقينا بنبعت الرسائل بتاعتنا عن طريق الالكترونيكس ديفايسز او الاجهزه الالكترونيه. يبقى ايه الايميل او وات از ذا مينينج اوف ايميل او يعني ايه ايميل؟ كلمه اي دي او لتر اي بتعني عندي الكترونيك، الكترونيك ميل يعني رساله الكترونيه. الايميل ده is a digital communication، هو عبارة عن اتصال رقمي، اتصال عن طريق الانترنت. used to send and receive message، انت بتستقبل بيه او بتبعت بيه الرسائل. ما بين users over the internet، عن طريق الانترنت، يعني بدون الانترنت الايميل ما يشتغلش. طب ايه كمان من مميزات او مش مميزات؟ ايه يعني كمان هنعرفه information عن الايميل؟ قال it is one of the cloud computing tools. اخدنا في grade 6 يعني ايه cloud computing، وقلنا معناها الحوسبة السحابية، ودي معناها ان انا بخزن الرسائل بتاعتي او الفايلات بتاعتي عن طريق الانترنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الايميلات بتاعتي اللي بتتبعت او اللي انا ببعتها مش متخزنة عندي على جهاز اللابتوب بتاعي او جهاز التابلت بتاعي، لا، ده بتخزنها في سيرفر موجود على شركة، موجود جوه شركة في الانترنت. يعني انا مش مستخدم المساحة دي عندي على الجهاز، فالرسائل دي مش موجودة عندي على الاجهزة بتاعتي. امال ايه؟ لا، دي موجودة في الكلاود كومبيوتينج او الحوسبة السحابية او موجودة على الانترنت. تمام؟ طب it is used to share text، انت ممكن تشير او تشارك او تبعت تكست، نص كتابة او فايل ملف بي دي اف مثلا، او images او صور and other information او معلومات تانية زي الفيديوهات. بس طبعا الحاجات دي مش بتبقى مبعوثة، تقريبا الفيديوهات بتبقى كبيرة بس بنقدر نبعتها. It is one of the most popular means of communication in the world، هو اشهر وسيلة اتصال في العالم. وقبل وجود الواتساب والفيسبوك والتليجرام والحاجات دي كنا كلنا بنتواصل عن طريق الايميلات وما زلنا، بس قلت شوية. نمبر اللي بعدها it is one of the indirect communication tools. what is the meaning of indirect؟ يعني ايه indirect؟ خدنا زمان في المرحلة الابتدائية السينكرونس والاسينكرونس. الرسالة لما بتبقى سينكرونس انت بتبعتها وبترد عليك في نفس الوقت، والاسينكرونس انت بتبعتها وبيفضل فترة اللي انت الشخص اللي بعتها ممكن يرد عليك بعد اسبوع، بعد يوم، بعد يومين، او هكذا. نفس الفكرة، الإيميل ده مش لازم أنا أستلمه أرد عليه في نفس اللحظة. يبقى علشان كده بنقول عليه indirect A communication tools. خد بالك، some email services provider provide you، شركات الإنترنت اللي بتقدم لك خدمة الإيميلات، هنتعرف على أكتر من واحدة مشهورة في خلال الليسون، بتمدك بالسيرفيسز دي او الخدمه دي انك تعمل الكريتنج ان ايميل فور فري. يعني انت علشان يبقى عندك ايميل مش محتاج تدفع فلوس. الايميل ده انت تقدر تعمل بي يوز تو ات تو سند اند ريسيف ايميل مسج تو يور تيشر، انت ممكن تبعت للمدرس بتاعك او المدرس بتاعك يبعت لك، اور وان اوف يور فريندز، او واحد من مين من اصدقائك. تعال نعرف بقى كومبوننتس اوف ايميل ادرس. عشان نعرف الكومبوننتس بتاعت الايميل ادرس لازم الاول نعرف يعني الايميل ادرس. الايميل ادرس زي كده العنوان، مثلا انا كتبت ictprep1@gmail.com. تمام؟ اوكي. طب هو بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه اليوزر نيم، وده اسم المستخدم اللي انت بتحدده، وده اسم بيكون وحيد فريد من نوعه، محدش يبقى عنده الاسم ده تاني غيرك انت،
او غير اليوزر اللي بيستخدمه، وعندي ات ده رمز بيفصل ما بين حاجتين، اليوزر نيم وما بين البروفايدر او الشركه اللي بتقدم لك خدمه وجود مين الانترنت، خدمه وجود الايميل، او ان انت الشركه دي هي اللي انت بتخزن عندها المسجات بتاعتك اللي سواء انت بتبعتها او انت بايه بترسلها. يبقى انا عندي الايميلز بقى الكومبوننتس بتاعته 3 بارتس. اول بارت الاسم، يوزر نيم، اسمك وليه صفات. يبقى اليوزر نيم it is the part that it is the first part that located at the beginning of the email، بيقع اول حاجه في بدايه الايميل. it is the name that the users choose and specific، انت اللي بتحدده بقى. the user name الاسم ده بقى is a unique and distinctive. يعني ايه unique ويعني ايه distinctive؟ يعني مميز وفريد ومحدش معاه غيره وغيرك انت. that is not reserved by anyone else، محدش حجزه ولا حد عنده نفس الاسم ده بايميل تاني غيرك. حتى لما بنيجي نكتب مثلا ايميلات باسماءنا، مثلا لو انا كتبت احمد، فبيتيجي الشركه اللي انا رايحه اسجل عندها سواء جيميل او ياهو بتيجي تقول لك لا الاسم ده ريزيرفد. يعني ايه ريزيرفد؟ محجوز. تروح انت بقى مضطر انك انت تحط له سلاش، تحط له مثلا لا ما ينفعش سلاش، تحط له مثلا نمبرز، تحط له مثلا 123، تحط له 2008 وهكذا. يعني بتختار الاسم، بتختار حاجه تانية تروح مزوده على اسمك، اي ميزه مثلا او اي رقم علشان تقدر تستخدم ايه الاسم ده. تمام؟ يبقى اول حاجه في الايميل انه الاسم، والاسم ده بيبقى انه يونيك وديستينكتيف. تمام؟ طب ايه الجزء الثاني؟ الات دي اسمها ات، ودي الساين دي او السيمبل ده، وده مش اي حاجه غير انها بتفصل ما بين جزئين. it is a symbol that separates، بتفصل ما بين اليوزر نيم وذا نيم اوف ذا ايميل سيرفيسز واسم مقدم الخدمه. نمبر 3 الدومين بقى. احنا قايلين ان الرسائل دي بتبقى كلاود كومبيوتنج. يعني ايه كلاود كومبيوتنج؟ يعني موجوده على سيرفرات او كمبيوتر او كمبيوترات كبيره على الانترنت. تمام؟ طب الكمبيوترات دي او السيرفرات دي اكيد تبع شركه معينه. الشركه دي بقى اسمها هو الدومين. الشركه دي اسمها هو الدومين. هناخد دلوقتي ثلاث شركات، اشهر ثلاث شركات عندنا. الدومين نيم it is the name of the email server، مقدم الخدمه بقى اللي بيقدم لك خدمه الانترنت، او مش خدمه الانترنت سوري، خدمه وجود الايميل او خدمه انك تقدر تجيب ايه ايميل او يبقى عندك ايميل الكتروني. ذات هوست ذا ايميل اكونت، وده اللي بيستضيف الحساب بتاعك والرسائل بتاعتك. اتس بليس هو عباره عن مكان او سيرفر كبير تو ستور يور ايميل مسج، بيخزن فيه بقى ايه المسجات بتاعتك سواء انت كنت السند او كنت ايه الريسيف. طب تعال نشوف بوب كويز بتاعت المعاصر. نمبر 1 نقط از وان اوف ذا مين كومبوننتس، واحد من الحاجات الاساسيه في مركبات الان ايميل. اند ات از ذا نيم ذات ذا يوزر تشوز اند سبيسيفيك، وده بيبقى من اختيارك طبعا اليوزر نيم. نمبر 2 از ا بليس، هو عباره عن مكان وير يو ستور يور ايميل، انت بتخزن فيه الايميلات بتاعتك، طبعا الدومين نيم او اسم الشركه. نمبر 3 نوت سيرفيسز بروفايد هيلب يو تو كرييت ان ايميل، هي عباره عن خدمه بتقدم لك انك تبقى عندك ايميل. هل الايميل ولا الانفورميشن سايت ولا السوشيال ميديا ولا الميل سيرفر؟ طبعا الايميل هو عباره عن خدمه بتقدم لك انك يبقى عندك ايه ايميل. تمام؟ طب تعالى، هل الايميل ده ليه مميزات وعيوب؟ كل حاجه في الدنيا ليها ادفانتجز وليها ديس ادفانتجز. ادفانتجز المميزات والدرا باكس اللي هي مين العيوب. اول حاجه من مميزات الايميل السبيد، السرعه. انت مش محتاج بقى موظف بريد ويروح يلف على البيت ويجي لك، لا انت بتكتب الرساله الكترونيك وبتبعتها وانت قاعد في بيتك. السبيد سيندنج اند ريسيفنج مسج فيري كويكلي، بسرعه جدا. الكوست انت مش بتدفع ولا اي حاجه، فور فري، فري ان موست كيسز. طبعا عندي ايميلات مدفوعه بس بيبقى ليها مميزات اكتر من الميزه بتاعه الفري. نمبر 3 الايز، او ان يكون ايزي، سهل تو يوز وذ ابيليتي تو سند ا مسج تو اني نمبر اوف ريسيبنتس، يعني بتبعتها لكتير جدا ات ذا لوست كوست، وممكن نقول ان التكلفه قليله جدا. نمبر 4 دايفرستي، طبعا هو متنوع، تقدر تبعت من خلاله تكست، فايلز، ايمجز اند اذر انفورميشن، ممكن كمان فيديوهات. نمبر 5 ريليابيليتي، الموثوقيه، طبعا المسج ارايف ريليابلز ان موست كيسز، يعني بتوصل بحد موثوق لحد ما
اللي انت بتبعت له هو بس اللي بيستلم الرسالة. نمبر 6 ديجيتال سيرفيسز، بيقدم لك كمان خدمات تانية اول ما يبقى عندك ايميل. اي تقريبا اي موقع بنبقى عايزين نسجل فيه اول حاجة بيطلبها منك الايميل، يبقى هو يبقى بيقدم لك خدمة انك بتقدر تستخدمه في حاجات تانية كتير. ديجيتال سيرفيسز ريجستريشن، التسجيل از دون يوزنج ايميل اون ذا ويب سايت اوف سيرفيسز بروفايدرز اند ديجيتال برودكتس اونلاين. ده حتى لو انت عايز تشتري حاجه اونلاين مثلا من امازون، بتكتب او بيطلب منك انك تكتب الايميل بتاعك. طب تعالى بقى كده شفنا المميزات، تعالى نشوف الدروباكس او الديس ادفانتجز العيوب. اول حاجه الهاكينج، طبعا هو مخترق، ممكن اي حد من الهاكرز يخترق الايميل بتاعك. السبام، بتجيلك طبعا كمية اعلانات من شركات كتير جدا وكمية رسائل سبام بتبقى مزعجة ليك. الفرود ده الاحتيال، ممكن حد يبعت لك رسالة يكون عايز رامبر الاكاونت بتاعك، لو انت مش واخد بالك ممكن ياخد حساب البنك بتاعك. نمبر 4، ممكن تبعت او تستقبل، انت ممكن تبعت رسالة فيروسز وممكن تستقبل رسالة فيروسز تيجي تفتحها على الجهاز بتاعك، الجهاز بتاعك يتفيروس. some email may contain viruses or malware، والmalware دي البرامج الضارة عندنا للأجهزة. والبرايفسي، طبعا الخصوصية، email may not be completely secure، ممكن ما يبقاش آمن تماما، فممكن أي حد يعمل له إيه هاكرز. دي بقى الديس ادفانتجز بتاعت الميل. طب من اشهر مقدمي خدمات البريد الالكتروني او السيرفرات الكبيره اللي بتخزن عليها الرسائل بتاعتك، هي طبعا في غيرهم كتير بس دول المشهورين، الجيميل، وده تبع شركه جوجل من اسمها جي جيميل وجوجل، والياهو ايميل وده تبع شركه ياهو، والهوت ميل اوتلوك. تمام، يبقى عندك الجيميل والياهو ميل والياهو ايميل والهوت ميل او الاوتلوك. تمام، دول اشهر مقدمي الخدمه او البروفايدر اوف ايميل. تعال بقى نتعلم ازاي نعمل كرييت ان ايميل اون جوجل، ازاي تعمل بريد الكتروني على جوجل. يبقى احنا هنعمل واحد زي ده، جيميل زي ده، على شركه مين؟ على شركه جوجل. اول حاجه بيقول لك ان جوجل اوفرز يو ميني الكترونيك سيرفيسز including the email service، يعني شركة جوجل بتقدم لي خدمات كتيرة جدا وانتوا بتستعملوها كتير في عملية الترانسليشنز او عملية الترجمة. تمام، او عملية السيرش، عملية البحث. to create an email through the gmail services، علشان نعمل ايميل على شركة جوجل فانت بتعمل جيميل سيرفيسز او خدمة الجيميل. اول حاجة to obtain other google services you must create a google account، علشان تاخد خدمات جوجل كلها لازم يبقى عندك حساب على شركة جوجل. يبقى اول حاجة علشان انا يكون عندي ايميل او عايز اعمل اي خدمة من خدمات جوجل لازم يكون عندي جوجل اكاونت. تمام، الجوجل اكاونت كونسيست اوف، بتكون من حاجتين، بتعمل يوزر نيم وباسورد بس كده. يبقى علشان تبقى عندك حساب على جوجل يبقى لازم تعمل حاجتين، يبقى عندك يوزر نيم ويبقى عندك ايه باسورد طبعا يكون قوي. ايه ميزة ان انا يكون عندي حساب على جوجل؟ مش لازم، لا لازم، ليه؟ بيقدم لك خدمات كتير. creating a google account enable you to log in، انه بيدخلك على الجيميل ايميل سيرفيسز، يبقى عندك حساب والناس تبعت لك عليه رسائل. a google account also enable you to use google features and services، ولما يبقى عندك حساب على جوجل انت بيبقى متاح ليك سيرفيسز او خدمات تانية زي جوجل ميتس، زي زوم مثلا. زوم ده حاجة غير جوجل ميت، جوجل ميت ده اللي هو برنامج زي زوم ممكن تعمل من خلاله اي ميتنج. جوجل دوكومنتس، وده بيفتح لك اي ملفات دوكومنتس زي الوورد زي البي دي اف. جوجل درايف، ودي طبعا سحابة الكترونية جميلة جدا بتديك 15 جيجا هرتز، مساحة تخزينية كبيرة جدا. وده اليوتيوب طبعا اللي انتوا كلكم عارفينه. يبقى لو انا عندي حساب على الجوجل اكاونت اقدر ادخل على جوجل ميت وجوجل دوكيمنتس وجوجل درايف واليوتيوب والترانسليشن اللي انتوا مش بتستغنوا عنه. تمام، طب تعالى نعمل ستيب تو كرييت ا جوجل اكاونت، يلا بينا نعمل خطوات ان انا يكون عندي ايه جوجل اكاونت. اول خطوه قال لي ان احنا هنعملها عملي، اول خطوه قال لي جوجل ويب سايت، ادخل بقى اكتب في الانترنت او البراوزر بتاعك، سي كان سي يعني اي ما يكون البراوزر بتاعك، جوجل كروم، مايكروسوفت ايدج، اي حاجه
فوكس، اي حاجه اكتب بقى في الايقونه بتاعته دي google.com. انا فاتحاه اهو، كتبنا هنا بقى اهو google.com، ظهرت عندي مين الايقونه دي او ايقونه جوجل. تمام، تعالى هنمشي معاهم خطوه خطوه. الخطوه الثانيه بقى بتقول ايه؟ كليك ساين ان، اضغط ساين ان، تسجيل دخول. تعالى هنضغط هنا ساين ان، فين ساين؟ هنضغط معاها واحده واحده اهو، تسجيل دخول. تمام، بيقول لك بقى البريد الالكتروني اللي انت عايزه. تعالى نشوف الخطوه الثانيه، ضغطنا على ساين ان. نمبر 3، تشوز كرييت اكونت، اضغط على انك انت ايه عايز تعمل ايه اكونت. بص اهو، تعالى اهو انشاء حساب. طبعا لو انت عندك الحساب فبتدخله. طب انا لسه جديد، يبقى اجي هنا على كرييت اكونت، بضغط كده بيسالك هل انت عايز تعمله للطفل بتاعك ولا لاستخدامك الشخصي ولا الشركة؟ لا احنا عايزين نعمله للاستخدام الشخصي for personal، يبقى نضغط for personal. تعالى بقى احنا هنعمله باسم دفعتكم، انتوا عندكم ICT، هنكتب ICT prep 1. تمام، طب اسم العيلة خليها رقم السنة بتاعتنا 2025. تمام، يبقى احنا هنسمي الاسم الاول ICT prep 1 2025. تمام، طب هنا بقى بيسألك التاريخ، اكتب اي تاريخ بس يكون بلس، يعني سنك يكون اكبر مثلا من، يعني مثلا نقول 20,000، ده اليوم اللي انت مثلا اتولدنا فيه. تمام، والجنس اختار اي حاجة، افضل عدم الاجابة والتالي. ماشي، طب بيقول لك بقى تختار تحب يبقى ايه، ictbrip8@gmail.com ولا ictbrip1@gmail.com ولا انت عايز تكتب واحد بنفسك. لا انا هختار دي بقى اهو، استخدم عنوان دي، لا مش عايز استخدم عنوان التالي. طب هننشئ بقى كلمة مرور. كلمة المرور دي لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى strong. يعني ايه strong؟ يعني لازم تبقى قوية، لازم تبقى فيها letters، وكمان يكون فيها numbers، وكمان يكون فيها اشكال للـ ads، الدولار ساين، وهكذا علشان تبقى قوي. انا هكتب كلمة المرور، اوقف ده بس كده عشان محدش بقى يعمل لي هاكرز عليه. بعد ما مشينا الخطوات كلها مع الايميل وان انا اعمله، في الاخر بقى بيأكد لك انك انت صاحب الحساب ده ولا لا. تعالى بقى نشوف ازاي نعمل الجيميل او الايميل انترفيرنس او واجهة البريد الالكتروني. دي الشاشة اللي بتظهر لك، the default appearance، يعني الشاشة الرئيسية انت بعد كده ممكن تعدل فيها براحتك. of the gmail email windows is follow، يعني موجودة اهي وانا هوريها لك دلوقتي. هنا بقى بيقول لك the interface language can be modified by selecting the setting icon and then choosing see all settings، يعني انت ممكن تغير كل السيتنجز بتاعت اعدادات الانترفيرنس. from general menu select Arabic language، من المنيو دي general، وبتختار لو انت عايزها عربي او ايه او انجلش. دي بقى اهي، دي الواجهة بتاعت الجيميل، بس طبعا ده الجيميل بتاعي. اوكي، ده السيتنجز اهو، انت ممكن تعمل ايه، اي تغير منه اي حاجة، نوع البريد بقى، الرسائل عايز تظهرها ازاي، وهكذا. تمام، it is Arabic language under ايه، under gmail display language، يبقى من gmail display language. لو انت عايز تخليه بالعربي بتغيره من دي، بتدوس هنا فبتطلع لك كلمة ايه، اللغة العربية. تمام، طب ايه كمان ممكن نعمله، قال لي when you choose the Arabic language and click to save change button the gmail email window interface appear in Arabic، يعني بيظهر باللغة العربية زي ما انت ايه، زي ما انت شايف. تمام، طب هنا بقى ازاي تخرج من حسابك، بتروح تعمل log out او تضغط على اسم الحساب هنا وتعمل ايه، كلمة خروج. تمام كده بقى يكون الليسنز عندي خلص.
هنا بيقول لك نقط اند نقط اند نقط ار ادفانسز اوف ايميل، طبعا ان هو ايزي، طبعا ان هو فاست او رابيد سريع، وكمان هو فور فري يعني بدون مقابل. نمبر 2 تو جيت جوجل سيرفيسز يو شود هاف، انت لازم يكون عندك اكونت على مين؟ على جوجل. نمبر 3 جوجل اكونت كونسيست اوف، حساب جوجل لازم يكون جواه يوزر نيم وعندك مين؟ باسورد. بكده نكون خلصنا الليسون، يلا نحل الاكسرسايز بتاعته. الجنرال اكسرسايز بقى نمبر 1 تشوز ذا يوزر نيم از ان ايميل ادرس، طبعا اليوزر نيم بيكون عندك يونيك يعني وحيد، وكمان بيكون ايه ديستينكتيف. نمبر 2 سيمبل اد، بتعمل ايه الاد دي؟ بتعمل سيبريت ما بين اليوزر نيم والدومين، يبقى الاجابه نمبر A. نمبر 3 which of the following is considered a correct email، ايمن at gmail.com ده صح ده غلط، ما فيهوش الدومين، الدومين ما بيبقاش باسم، ده ما فيش الات وده ما فيش الات سلاردين، يبقى الاجابه نمبر A. نمبر 4 not is one of the advantages of using email، واحده من المميزات speed in sending and receiving message high cost information communication tools، طبعا انه بيوصل الرسائل بسرعه. number 5 the importance of using the gmail service is to، من اهميه استخدام الجيميل سيرفيس not allow us to communicate with government agencies only access to many google services have، طبعا ان يكون عندك جيميل سيرفيس او من المميزات بتاعتها انك انت بتوصل لكل خدمات ايه جوجل، توصل لكل خدمات ايه جوجل. اللي بعدها كومبليت. نمبر 2 نقط بروفايد سيرفيس فور كرييتنج ايميل، طبعا نمبر 1 هنا هتبقى الجيميل، الجيميل هو اللي بيديك خدمات للكرييتنج ايه ايميل، انك تعمل ايميل على جوجل. نمبر 2 ايميل از وان اوف ذا تولز اوف، من حاجات ايه الاندايركت كوميونيكيشن، يعني ايه اندايركت؟ قلنا يعني تكون اسينكرونس يعني مش مستني الرد في نفس الوقت. نمبر 3 نوت از ذا بارت ذات لوكيتد ات ذا بيجنينج، بيبقى موجود اول الايميل طبعا اليوزر نيم. نمبر 4 سيبريت طبعا الاد. نمبر 5 is used to access email in Google، طبعا عشان توصل يبقى توصل للايميل على جوجل لازم يكون عندك حساب اللي هو ايه جوجل اكاونت. True false. نمبر 1 the domain name is a unique and descriptive name، طبعا غلط it's wrong، ليه؟ لانه بيتكلم هنا عن اليوزر نيم وليس الدومين. نمبر 2 ايميل كونتريبيوت تو فاستر كوميونيكيشن، بيعتبر وسيله تواصل او وسيله اتصال سريعه، طبعا اتس رايت. نمبر 3 ايميلز كان بي هاكد باي هاكرز، ايوه. نمبر 4 ايميلز كونتريبيوت تو ريديوسينج كوميونيكيشن كوست، هو يعتبر يعني قليل التكلفه، هو يعتبر قليل التكلفه. نمبر 5 جيميل از A free services، خدمة مجانية، أيوة هو خدمة مجانية مش بدفع فيه إيه أي فلوس. كتاب المدرسة تشوز ايميل از ا، طبعا الايميل از مانوال ولا ديجيتال كوميونيكيشن طبعا سيستم. نمبر 2 ثرو ايميل يو كان، انت تقدر تعمل ايه ديليت فايل انستول بروجرام برنت فايل يوز كلاود، طبعا تقدر تستعمل الكلاود كومبيوتينج ابلكيشن. نمبر 3 one of the most important use of email، ايه اهم مميزات الايميل؟ سكان بيبر، شير انفورميشن، ديليت فايل، طبعا شير انفورميشن. نمبر 4 one of the advantages، من الميزات المميزات بتاعت الايميل سبيد ان سيندينج اند ريسيفينج مسج فيري كويكلي، طبعا نمبر A. نمبر 5 email is considered one of the direct communication of one of indirect. Number 6 one of the disadvantages العيوب of using email الهاكينج طبعا. Number 7 from email services provider is طبعا جوجل
والجيميل طبعا اختار جيميل، لان جوجل دوكيمنتس دي من الخدمات وليس من السيرفيس بروفايدر للايميل. نمبر 8 to get one of the email جيميل services you must create، انت لازم يكون عندك ايه جوجل اكاونت. نمبر 9 to log out، log out يعني تخرج of your جيميل اكاونت، click on the، هتدوس على ايه sign out يعني الخروج بره. تمام كده بريب 1 نكون خلصنا لسون نمبر 5 من مادة الاي سي تي كتاب المعاصر. مع السلامة.